وإذا تكلمنا بشكل خاص عن الضحك بين النساء والرجال، هل في اختلاف؟ في اختلاف كبير، حتى صوت الضحكة. لاحظوا أن المرأة يوم تضحك بصوت يكون الصوت أقل وأكثر متقطع وبنبرة واضحة ومتساوية على طول الضحكة، أما الرجل عادة تكون نبرة صوته خشنة وأكثرها قربا للشخير، يعني يوم يضحك الريال. ومو بس هذا، لاحظوا فرق كبير كذلك بين ضحكة المرأة وضحكة الرجل يوم يحرك عضلات الوجه. الحرمة فقط تحرك 14 عضلة، الرجل يحرك عضلات أكثر، وخاصة عضلات الرقبة تتحرك عند الرجل أكثر. الأهم في كل هذا الموضوع لما نتكلم عن الضحك وعن القرقطة، هذه كلها توجد للإنسان حالة من التأهب وحالة من الفرح الجميل جدا، ويمكن هذا اللي يخلي الإنسان دائما يحاول يتوجه للناس اللي دمهم خفيف والطيب.